أنا اللي قاطع فياني ما قدرتش نعمل ولا حاجة. هي قالت لي الرجالة يموتونا. ثاني عمري ما شفت الولية دي معاك. كانت صاحبتي من أيام بيت الكم، كانت بنت حنينة أوي يا عبد العال. أي حاجة نقول لها اعملها تعملها، وما كانتش تتني لي كلمة. خلاص بقى، أين دفنت جنب إخواتها؟ أنا مش عارفة ليه رايا محكمة رأيها، نجيبوا النسوان اللي عاشرونا وكانوا صحابنا. رايا دي دماغها توزي المدرية، ما بتسحبش غير النسوان المقطوعة اللي عمر ما حد يسأل عنهم، عشان لما ننيموهم نبقوا مطمنين. وآخرتها يا عبد العال، من يوم ما أول حرمة موتناها وانت بتتكلم بالاخوه واخدت على العبارة. خلاص يا سكينة، احنا شباكنا وخلصنا، سواء اشتركنا ما اشتركناش احنا معاهم وايدنا بايديهم، ده بقى نصيبنا يا سكينة. هنفضل معاهم للاخر، هنفضلوا مداريين في ريح الحيط، هيحصل خطر ونجرجروا كلنا. خطر؟ خطر ده يا اخويا؟ انت مش فاهم ان ده حبل المشنقة، حبل هيتلف حوالين رقاب الكل. واه ده ايه اللي بيتعلينا في العتمة ده؟ ما تخافوش، ده تبع. مساء الخير يا شاويش. مين؟ ست رايا، يا مساء الفل. ده سي حسب الله جوزي، وده سي عبد العال جوز اختي. يا مرحب يا مرحب بالناس الكمل. لما نروح البيت التاني هنشيعوا لك العشاء. كتر خيرك يا ست الكل، يدوم العز. طب يا شاويش جو، اتمسى بالخير بقى. يسعد مساك. ها ومين بقى اللي هيجيب الاكل لشاويش ويرجع بيه؟ ومين غيرك يا اخوي؟ انت عايز الراجل يقول علينا بنكذبه عليه؟ وانت يا عبد العال، انت تخلي مراتك دي تتلم؟ قال لك هتفضحنا الليله دي. ماني عشان كده قلت نخلصوا العباره اوام اوام. حسب الله، احنا هنفضلوا نموتوا في النسوان دي لحد امتى؟ لحد ما يخلصها عقوبه. اهلا يا اختي، شكلك كده ما عرفتنيش. اني نبويه، نبويه الدلاله. نبويه وشك ولا القمر يا وليه؟ ازيك يا ست سكينه؟ وازيك يا ست ريا؟ اخصى عليكم، ده انتوا عملتوني وشفتوا معاملتي، نسيتوني؟ هي نبا واحده ودي وش الضيف. يا اختي ما انت شايفه الحال عامل ازاي؟ عامل ايه الحال وانت شايله فارخ؟ انا ما بنقرش وما بنحسدوش. دي من عند زنوبة الفرارجيه، جايبها لاجل ما نقوت ريا. ايه؟ بقى حالتها حال. ايه؟ بعافيه شويه؟ شويتين، ومحدش عارف ايه اللي صابها يا اختي. حول الله يا ربي. طب احكي لي احكي لي واني ندلوكي. لا دي حالة ما ينسكتش عليها، احنا لازم نوديها لحد من المخويين يعرف لنا ايه علتها. المخويين؟ اني ما نعرفوش حد من الصنف ده. اني نعرفولك واحد بقى ما تقوليش لعدوك عليه، بيفتح المندل ويشوف القطر وسره باتع. واللي زي ده يا اختي بياخد ياما؟ لا ما بياخدش، بياخد من اللي في ايدك دي. اذا كان على اللي في ايدي دي تبقى محلولة. خدلنا معدني وانتي، ريا مش هتقدر تتحرك. بقول لك ايه، اني واني نازله زنقه اليهود هعديلك عليه، بس بقى ايه، حضري لي حاجه من قطارها. بتكلمهم وبيكلموها، بتشوفهم وبيشوفوها، شداد شداد عليها، متعاركين معاها، عايزين ينقطوها، ضايقهم وبيضايقوها، مش هيسيبوها، مش هيسيبوها. مين فيكم اختها؟ احنا الاتنين اخواتها يا سيدنا الشيخ. اختكم مخاوية اتنين، شداد عليها وشديدة عليهم، ناويين يأذوها. طب والعمل يا سيدنا الشيخ؟ العمل ينفك لو تنفذوا الطلبات. انت تؤمر واحنا جاهزين. لازم تتصالح معاهم،
والصلح ما يجيش إلا بالزار، وتقدموا لهم دم. دم؟ دم ده إيه يا أختي، هنذبحوها؟ لا يعني تذبحوا حيوان.